السلام عليكم. الاهلي اللي يتكلم انت حمود الخيار جاي من قطعه الطنطان ومعاه جماعه كبيره من التنميه الريفيه. وعندنا المطالب ندورهم للرئيس محمد الغزواني رئيس الجمهوريه الاسلاميه الموريتاني. وهاي الرؤساء اللي قطوا سبقوه للقرار اللي معدم التنميه الريفيه جميعها نبغوا تنسحبوا ما قطوا عدل للقرار. هم شنو؟ نزع المحميات بين مصالح التنميه الريفيه في كل من في جميع انحاء موريتانيا. ونطلبوا من محمد القزواني ولجنته والوزير وجميع الرشداء من الدوله تسحب للقرار اللي قالت يوم 15 في اكتوبر تسحبوا به انه الى ما انسحب فيه تعديم التنميه الريفيه. ما يبقى منها الاوكي ولا بقره ولا حمار ولا عناقه. هي مصالح المحميات التنميه الريفيه. ونختار محمد والقزواني رئيس الجمهوريه الاسلاميه يتنبه لهذا الادراك الجاب للشعب التعديم للتنميه الريفيه.